انخفاض على درجات الحرارة وأحوال جوية غير مستقرة لتصل الأمطار في مدينة العقبة بمشيئة الله، وتفاصيل هذه النشرة بعد هذا الفاصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده، المناصير للزيوت والمحروقات، قهوة الغزالين، قهوة سريعة التحضير، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، يونيغارد للعزل المائي، اعزل صح، شاي الغزالين، جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. أعزائنا متابعين تقص العرب، أسعد الله مساءكم. من المتوقع بمشيئة الله أن تتأثر المملكة بأحوال جوية غير مستقرة وحالة جديدة من عدم الاستقرار في يوم الغد، نتيجة لتلاقي منخفض البحر الأحمر في طبقات الجو القريبة من سطح الأرض، وأيضا مع كتلة هوائية شديدة البرودة تكون في درجة في طبقات الجو العليا بمشيئة الله، مما يؤدي إلى حالة عدم الاستقرار. وأما فيما يخص الهطولات المطرية والأجواء في يوم الغد، من المتوقع أن تكون الأجواء باردة بمشيئة الله، الأجواء تكون غائمة جزئيا إلى غائمة، وأيضا تبدأ الهطولات كما نشاهد هنا في المناطق الجنوبية في ساعات النهار من يوم الاثنين، لتشمل بذلك العقبة والجبال الشراه وادي عربة وأيضا البادية الشرقية والبادية الجنوبية بمشيئة الله. من المتوقع بمشيئة الله أيضا أن تستمر هذه الهطولات لتشمل مناطق من الشمال، مناطق عشوائية من الشمال ووسط المملكة خلال ساعات النهار من يوم الاثنين. أما فيما يخص درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة في العاصمة عمان، احتمال لزخات من الأمطار بمشيئة الله، درجة الحرارة تصل إلى 8 درجات مئوية وسرعة الرياح تصل إلى 6 كيلومترات في الساعة. أما في ثلاثة أيام القادمة في العاصمة عمان، يوم الاثنين احتمال لزخات من الأمطار 11 صباحا و6 ليلا، أما يوم الثلاثاء فتكون درجات الحرارة 12 نهارا 7 ليلا، ويوم الأربعاء 13 غيوم متفرقة وأيضا 6 درجات مئوية في ساعات الليل. أما فيما يخص باقي مناطق المملكة نبدأها شمالا من إربد، احتمال لزخات من الأمطار 16 نهارا 9 في ساعات الليل، في المفرق 14 إلى 7 درجات، في جرش 15 إلى 9 درجات، عجلون من 14 إلى 8 درجات، وجميعها هنالك احتمال لزخات من الأمطار. في الزرقاء من 15 إلى 8 درجات، في العاصمة عمان 11 إلى 6 درجات، في البحر الميت من 18 إلى 15، في البلقاء 11 إلى 7 درجات، وفي مادبة من 10 إلى 6 درجات مئوية. جنوبا في الكرك من 11 إلى 6 درجات عفوا، في الطفيلة من 8 إلى 5 درجات، في معان من 12 إلى 3 درجات، في جبال الشرام من 7 إلى 3 درجات، أمطار في مدينة العقبة من 19 إلى 10 درجات مئوية. في المناطق الشرقية في رويشد من 14 إلى 5 درجات، احتمال لزخات من الأمطار في الصفاوي والأزرق من 15 إلى 6 درجات، وفي الأزرق درجة الحرارة من 16 إلى 8 درجات مئوية. كانت هذه أبرز المعلومات الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب. إلى أن نلتقي في نشرات قادمة، دمتم في أمان الله. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده، المناصير للزيوت والمحروقات، قهوة الغزالين، قهوة سريعة التحضير، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، يونيغارد للعزل المائي، اعزل صح، شاي الغزالين، جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.